كان فيها رقمنة أولية. أنا مثلا واحد عندي واحدة من العائلة تم يعني قامت بعملية جراحية في بني مسوس في 2004، ما في 2022 جابوا لها الملف، لا جابوا لها الملف نتاعها عن طريق الكمبيوتر يعني عن طريق يعني في يعني في رقمنا حتى رقمنا وهب في المستشفيات الجزائريه بكل صراحه. لا لا, لا, لا انا شي اللي شاهدت، لا لا ما هذيك سي ماهيش رقمنا هذه وشاك تحكي لي سي هذا برك سي هذه سي دو لانفورماتيك، يعني حتى ما نخلطوش ما بين الرقمنا ولا لا نيميريزاسيون ولا انفورماتيك. ربما المستشفى تاع بني مسوس كان باش في العودي طابي لها يعني بسياله طابه بار ميكرو لو كونترون دو تاعو، لكن الرقمنه ولكن هذه الرقمنه موجوده ماشي هذه الرقمنه. الرقمنه الرقمنه ضد الورقه انا كما يقول ضد الورقه. لا 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 الرقمنه الرقمنه هي ضد الورقه ضد كنت الاستعمال كنت بدايه انت راح تحكي على لا ديماتيرياليزاسيون. هذه لا ديماتيرياليزاسيون هذه تاع اللاماديه. الرقمنه واش هي؟ معناتها راك في بيتك، معليش وهاب برك نقول لك حاجه، راك في البيت تاعك راك في المنزل تاعك ما تروحش تتمرمد شهر وانت تروح على المستشفى باش دير رونديفو، تدخل اون ابليكاسيون تطبيق في شبكة ارضيه شبكه يعني. في انت من الاخر قال انا حبيت رونديفو على بروستات ولا مراه تقول لك انا حبيت رونديفو عند مراه تاع طبيبه تاع النساء والتوليد، تمتم يجيك يقول لك عندك رونديفو على اسبوع في المستشفى الفلاني. ومن بعد تقول لهم هاي ليك دخلت الورقه تاع الطبيبه، كي تروح تشوفها تقول لك تي لازم لك بار اكزومبل اون ماموغرافي، تروح دير بلي لا ماموغرافي هذه ما تكزيستيش.